مصطفى عسو عامل الشرطة ممتاز رئيس المنطقة الأمنية الثانية بولاية أمر مراكش. كنشكروا الجسم الإعلامي بعد على مسيرة الاحتفالات ديال هذه السنة، وكذلك بالحضور لهذه المناسبة، الحضور الاجتماع اللي ترأسه السيد ولي الأمر السيد نائب رئيس الأمن من أجل القيام بالمهام اللي غتروم مسيرة احتفالات رأس السنة الميلادية بمدينة مراكش. المنطقة الأمنية الثانية سيدي يوسف علي شأنها شأن المناطق الأمنية اللي كتضم ولاية أمن مراكش، غتعرف واحد استراتيجية أمنية تحت إشراف السيد ولي الأمن السيد نائب ولي الأمن لمسايرة احتفالات رأس السنة الميلادية، خصوصا أن المنطقة الثانية كتضم مؤسسات فندقية مميزة، ولهذه الغاية تم وضع ترتيبات أمنية تتمثل في سيارات ارتكاز بالمحاور الرئيسية وكذلك على مستوى المؤسسات الفندقية، وكذلك دورية راجلة ديال الشرطيين، كذلك دورية الدراجيين، وكذلك موازاة مع ذلك غتبقى رموز المنطقة غتسير العمل الأمني بالمناطق المصنفة الرمادية حتى الصباح، ولهذه الغاية راه كل مجند باش تمر الأجواء الاحتفالات في مدينة مراكش لأنها قبلة وطنية ودولية سياحية بامتياز. لهذه الغاية راه حنا مجندين حتى الصباح إن شاء الله باش تمر الاحتفالات رأس السنة في أحسن الظروف. وشكرا. من خلال هذه المنابر الإعلامية أن يكون عاما مليئا بالمسرات والتوفيق والنجاح والسؤدد والصحة والسلامة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وللأسرة العلوية الكريمة وكذلك للشعب المغربي قاطبة. قلت بهذه المناسبة اتخذت ولاية أمن مراكش مجموعة من التدابير الأمنية وفق خطة أمنية مدروسة تروم تغطية جميع القطاعات بشكل يضمن الأمن ويضمن الطمأنينة والسكينة العامين للمواطنين. هذه الإجراءات اتخذت بإشراك جميع التشكيلات الأمنية بجميع أطيافها بما في ذلك الشرطة القضائية مجموعتها الجنائية، الفرق الجنائية، الفرق المختصة، الأمن العمومي بما في ذلك الهيئة الحضرية، الدوائر الأمنية، فرق المحافظة على النظام العام إلى غير ذلك، وذلك بهدف أن تمر هذه المناسبة في ظروف جيدة وحسنة، وأتمنى لكم عام مليء بالمسرات. لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخبار.